شفت الطريقة اللي قاعد اتكلم فيها اخوك المحترم؟ يقول اي موظف يتكلم كلمة واحدة يطلع برا. اذا هذه بدايتها الله اعلم ايش بيصير فينا بعدين. وانت صدقتي؟ هذا مجرد كلام عادي بس عشان يقول شوفوني انا موجود. لا حبيبتي، هذا مو بكلام عادي، واضح ان هذه طريقته بالحياة. بعدين هذا وش عرفه بالبناء والمقاولات وإدارة الشركة؟ احنا جايين نلعب؟ له ورثة وفلوس ما قلنا شيء، بس أبوي الله يرحمه ما ورث الخبرة بالشغل لأن هالشيء ما يتورث. سبحان الله، غريبة يعني، ما سمعنا منك ذا الكلام قبل يوم فارس قرر يروح الشركة. أنا أدري وش قاعدة تلمحين له، تكفين خلاص. تدرين يا شهد، صرت أكره أتكلم معاك بأي موضوع، لأني كل ما أكلمك بأي شيء على طول فارس وفارس. ممكن أفهم إلى وين تبين توصلين؟ ما بيأوصل لشيء، بس يوم فارس قرر يروح الشركة ما كنا نعرف عنه شيء، ولا سألناه وش خبرته، ولا ندري حتى وش كان يشتغل قبلها، صح ولا لا؟ وانت بنفسك اللي شجعتيه وحاربتيه عشان يدخل الشركة، ودخلتيه بيدك لين الشركة، وفتحتي له مكتب أبوي وسلمتيه كل شيء. والله؟ يعني الحين أنا صرت بنظرك متهمة؟ تذكرين يوم جيتي تقولين لي تبين نسلم فارس كل شيء ونخليه يكون صوتنا في الشركة؟ إي أذكر، بس في فرق بين فارس وبين يوسف. فارس كان عارف حدوده زين، لا كان يوقع على ورق ولا كان يتدخل بالشغل. أما الأخ سوبرمان هذا من يوم ما دخل علينا وش قاعد يقول؟ وين حقوقي؟ وش القانون اللي يمنعني أني أدخل الشركة حقتي؟ الحين هذه صارت شركته؟ وانتي بس هذا الاستفزك؟ لا والله، قسماً بالله يا شهد، مو مستفزني غير برودك وبس. الشرح علي أني أنا أجي أتكلم معاك بأي موضوع. تدرين؟ خليك أنت برقص الباليه، وخليك مع بناتك، وخليني أنا بالمشاكل اللي أنا فيها. واضح أنك الحين صرت بصفة. يلا عموماً، الله يهنيكم. يمه، أنا توقعت منك كل شيء، إلا أنك تكوني سلبية بهالطريقة. هذه صراحة جديدة علي. عادي كده توافقين إنه يروح الشركة؟ وانت في رايك إن حنا نقدر نمنعه؟ أو بدينا سلطة نقول له فيها لا؟ إي نقدر. وبأي حق؟ حق تعب أبوي وشقاه كل هالسنين، حق عمره اللي راح عشان هالشركة تكبر، نقدر نمنعه. هذا الكلام عاطفي، ما له أي منطق أو صفة قانونية. يوسف له الحق بالورث والفلوس، بس ما له أي حق إنه يدمر كل اللي بناه أبوي وحنا اللي كملنا من بعده. يجي كذا عادي يخرب كل شيء ويحوسنا كلنا؟ حر، أنت جيتي للشخص الغلط. الكلام ذا ما تجين تقولينه لي، كان المفروض ينقال لأبوك. هذا خياره وهذه وسيطة، واللي أصلاً ما خلى لنا حق نسأل عنها، حنا مجبورين ننفذ وبس.